غير تتعارض مع روح العام للقانون بلد معين. كيف أنا أوفق بين قيمتي للصدق مع هذه أو الذهاب إلى هذه الثغرة في القانون حتى لا ينفع الناس؟ هو الثغرة مش القانون، مش ضد القانون، خلي بالك. يعني في نقط، يعني زي ما بقول لك ايه، في حته كده ابيض واسود، مش كده؟ في نص حته رماديه. في الرماديه دي بقى هتلاقي في حاجات كتير جدا فيها، ودي جزء من القانون، حته رماديه مش 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 واضحه، فبيفسرها لك الموظف. والموظف لما بيفسرها لك مش عشان هو السجن، لا، بيقول لك دي ممكن تعمل فيها كذا وكذا وكذا وكذا، وتعمل فيها قبل كده كذا وكذا وكذا، وده مش ايه، مش بالتزوير، وده مش بالرشوه، خدت بالك؟ بس هو ايه، عايز يحمي ظهره وهو بيساعدك. اول حاجه بيشوف مصداقيتك انت ايه، ثاني حاجه بيقول لك هكذا الامر عمله الوزير، لان في المنطقه الرماديه دي فسرت بالطريقه دي، لان القانون ده مش، حتى القران بيفسر تفاسير مختلفه، لكل تفسير في بعض الاراء مختلفه للمفسرين، خد بالك؟ تفضل عشان ناخذ اخر سؤال. والله هو معلش تعليق او تدعيم للجواب، معلش تفضل. يعني احنا قد يكون يعني السؤال الاخ يعني من الناحيه الشرعيه اكثر منه من الناحيه القانونيه. انا طبعا انا مش شرعي يعني. نعم، قيمه الصدق. نعم، فاظن انه عندما يوضع الانسان في موقف يعني ويكون هناك يجب عليه ان يغلب المصلحه العامه، فهناك قد يكون يعني مدخلات كما ذكرت أن هناك ثغرات في القانون للدخول وليس للانتفاع على القانون، كذلك في الشرع. لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر أحد الصحابة وهو أظن مسعود أو نعيم بن مسعود، قال اذهب فخذل بين القوم فإن الحرب خدعة. هذا موقف عندما وضع المسلمون في مأزق، وهناك تغريب اسمه الصحة العامة وحماية المسلمين. وكذلك عندما كان في خارج في جماعته النبي عليه الصلاه والسلام، خرج في جماعه فالتقى باحد الاعراب، فسال الاعرابي سال من اين انتم؟ فقال له النبي عليه الصلاه والسلام من ماء. قال له للحفاظ على سريه الخروج. قال له نحن من ماء. فهناك قد يكون يعني ليس هناك حاجه للنبي عليه الصلاه والسلام ان يكذب، انما تغليب المصلحه العامه. فقد يكون هذا كذلك دخول للصدق ولكن بطريق آخر. إذا نحن يعني تسمية الثغرة يعني تسمية غير دقيقة. إذا كان يجوز فهذا القانون جائز، ما عندي إشكالية، لكن تحدثنا عن روح القانون. أنا أعرف أن القانون بالجملة يتجه نحو لا. والثغرة كبيرة في المنطقة الرمادية بتاعت روح القانون. وسيد الثغرة يا سيدي. مش كده. مش حاجة. طالما الثغرة مش نافعه نشيلها. خش في روح القانون ولا في نص القانون؟ خش في المنطقه الرماديه، سميها كما تشاء، ما فيش مشكله فيها. المسميات دي مش اشياء يعني ايه، ايات قرانيه او احاديث نبويه، مجرد جهاده. بعضهم هيسموها المنطقه الرماديه، بعضهم هيسموها روح القانون. انا بتفق، احد الاتحادات كنت رئيسه، كنت منتخب. فكانوا بيتناقشوا في الجلسه على روح الدستور ولا نص الدستور. نص الدستور ان انا ايه، ان انا ما ينتخبونيش، لان انا مش كنتش مبعوث من الحكومه. روح الدستور ان انا كنت رئيس فرع وعضو لجنه تنفيذيه في المكتب الرئيسي، فخلاص انت ايه، بقالك 4 سنين وانا رئيس وانت اجازتها، ما تجيش يعني نيمت نص وثبتت حقيقه مجتمعيه. وفي الاخر ايه، نجحت بالروح بالدم. انت اسمك ايه؟ نفديك يا يحيى. وانا خلاص يعني بديك مالي عبد الله. هي دوت يحيى؟ ومين يحيى؟ لا انا بقول هو عبد الله. لا انا انت ضحكت عليا، انت بقول لا انا بفدي عبد الله مش يحيى. سوري يعني. اخر سؤال بس عشان ايه، تاخدوا بريك ترتاحوا شويه. سامي حاج علي جمعيه التكافل الخيريه. تفضل. التكافل. نعم. نزلت على احد مخيمات اعمل دراسه جمع بيانات، طبعا من اخلاقيات العمل الخيري. انا اثناء عملي شفت انسان بحاجه او انسان فقير يتيم معاق، اعطيه البيانات، هذا تبرع من جيبي الخاص
لهذا المعاق أو لهذا اليتيم أو لهذا الفقير. هاي التصرفات اللي هي من شوي تقليل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. أنا قلت المصلحة العامة على مصلحة الخاصة اللي هي مصلحة المنظمتي. طبعا في قوانين تلزمنا في العمل المنظماتي أنه أنت لا تقوم بتقديم أي مبلغ أنت لا تجامل بيانا. في قناة الأول المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. كيف ان هو دخل مخيم مخيمات ولقى عائله من عائلات محتاجه فلوس فده فلوس مجرد كاش من جيبه رغم ايه يعني تاثر الموضوع فدي انا انصح الا تفعل على الاطلاق لان دلوقتي في ظل قوانين محاربه الارهاب بيمنعك ان تدي كاش لاي حد لكن اغلب مشاريع الامن بتاع حزب بنما دلوقتي اصبح يحول على الحسابات بتاع المستفيدين حتى مش عن طريق الجمعية. الأمر ده. الأمر الثاني قد يكون هذا الشخص ليس هو أكثر الناس حاجة. الأمر الثالث قد تحدث فتنة. إن الخيمة دي خدت الخيمة دي مخدت. لما تعرف أحد الناس المحسنين جزاه الله خير في أزمة من الأزمات أيما كانت الفلوس بتطلع بالأكياس والحاجات دي كلها جاب مليون دولار. وصاحب المنحة قال له تسلم يدا بيد يدا بيد الرجل قاعد يسلم كل 1000 دولار في كيس فالأمن حس ان في حاجة غريبة المكان ده كل يوم بتيجي في عربيات من أماكن مختلفة من فلاحين ولا مزارعين ولا عمال ولا ناس فقراء يخرجوا يخشوا يقعدوا ساعة ويخرجوا ولاحظوا ان كل واحد فيهم ولا اتنين كان في ايديهم ظرف خلاص الأمن عمل ايه؟ خلاص انت في حاجه مش مظبوطه كده وعايز دوار فمشي ورا العربيه بتاعت ناس غلابه دول ولما وصلوا للقريه بتاعتهم ها فتشوهم فخدوا منهم كلهم 1000 دولار لما في اي مكان فعلا اي مكان صحراء او اي مكان مش عارف ايه مش عارف ناس ناس الاغنيه بقى ناس تدين الاغاني مش عارف في حد ياخد شيء ومن حسن حظ هذا الرجل طبعا منع والناس دول خدوهم بقى على السجن وعلى الاسم عشان يسالوه. خدوه اتعرضوا نفس الوقت رجعوا بسرعه عشان يمسكوا الراجل اللي ايه بيوزع الفلوس ده من حسن حظه اللي كان تلات اربع ساعه كان طلع على المطار. كان ممكن يمسكوه تبقى فضيحه لدولته. لماذا؟ لان يعني حتى النص بتاع الايه النص بتاع في نص كده احد الاحاديث انك تسلم الصدقه يدا بيد للمستفيد نعم لا ها حاجه زي كده صح لا ده في ظروف وقوانين حاليا بتمنعها يعني لما هديك الفلوس دي في البنك مش هتوصلك ولا لازم امسك ايدي في ايدك واخد بالك انا ممكن اكفي اليتيم بس مش قادر امسح على راسه ها هتوصل له باي طريقه رسميه تتابعها مع الناس بتكلم دي عندي دي ان دي فعلا حادثه حصلت هذا الشخص اللي هو كان بيوزع الايه الفلوس ده في هذه البلد يعني وده لو وصلنا لبنان شنو الخطير؟ يعني انا بس اذا بتكلم بدون ذكر اسماء دول عشان انا بتكلم بعموميات الناس ها؟ ذكرنا او بالداخل السوري يعني ما هو انت يعني في كل منطقه ليها الحيثيات بتاعتها ان انت بتدخل لهم المال بالطريقه في عن طريق التجار عن طريق اشياء انا بكلمك على الشيء اللي هم الناس بيحاسبون عليه بره واخد بالك اللي بيحاسبوا عليك بره هم عارفين انك بتعمل ايه هم عارفين الفلوس بتخش ازاي بس اللي بيحاسبنا عليه بره بيقول لك اعمل كذا وكذا 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 انا بقول لك ايه كيف يرى الناس في العالم الخارجي ها هذا العمل في اماكن انت ما وصلهاش عشان ايه الوقت عشان تحمل البيت وان نكمل بعد الايه ما فيش حاجة اسمها إجابة صحيحة لكل شيء. طب ناخد كده ربع ساعة كام دلوقتي؟ ناخد كده بتاع ربع ساعة ونرجع الفقرة الثانية هتكون عن الشراكة وبعد الظهر هتكون في فقرتين واحدة عن التفكير الاستراتيجي والأخيرة احنا هنعمل لقاء مفتوح لنا كلنا عشان لو احنا عايزين نسأل أسئلة صعبة زيادة زي ما انت عايزها واللي انت عايزه اساله احنا ما عاد نسال خلاص ليه؟ تعال انا لازم ابص راسه لا يا شيخ لا مش انت عبد الله ولا علي؟
بيها ازاي يا ابني؟ انا كويس، ما عنديش مرض. حبوس راسك. الله يرحم جميعا ان شاء الله. واشوف خلي بال حضرتك، انا مش بقول لك صح وغلط، انا بقول لك كيف يفكر الاخرين لكي نصطدم بالقوانين احنا نعتقد انها جائره. فالهدف انك تستمر في العمل. لا الموضوع خالص، الناس عايزه ما تخش الحمام. الناس عايزه تخش الحمام، انا عايز اخش الحمام. اسمع لي، ممكن تخش يا جماعه. يلا جزاكم الله خير، ناخذ ربع ساعه كده ونرجع تاني ان شاء الله. جزاكم الله خير.